شيخ خلنا يعني أنا بأخذها جانب يعني معلومة وجانب تنويري للجمهور اللي أنت قلت عليه بصفة عامة للأندية ككل، لكن بتحدث تحديدا في المقدمة عن النصر ووجود في مثل يقول مد رجولك على قد الحافك. أوكي، وأنا ذكرت اليوم وأنا أشاهد النصر وهو يغرق بالديون وله قادر يسجل في فترة في الفترة الشتوية، تذكرت كحيلان الله يذكره بالخير وهو في كل مرة يطلع سواء عن طريق الناقل الرسمي ولا عن طريق كورة ولا عن طريق أي برنامج آخر ويقول سنسجل ونسجل ونسجل، ولما تجي فترة الانتقالات كحيلان بالفعل يسجل. ليش أنا قلت هذا الكلام؟ لأنه النصر بحاجة إلى شخصية قادرة ماليا وقادرة إداريا من هذا النوع. يعني لما أنت تجي قبل فترة التسجيل بيومين ثلاثة وعندك فوق 20 مليون مثلا ديون على سبيل المثال وتتحدى وتقول سنسجل ونسجل ونسجل وتجي في النهاية تسجل، ولا مرة مع إدارة كحيلان حرم النصر من التسجيل. طيب. أوكي؟ هذا يعني نقطة تخلينا نرجع نقول النصر بحاجة إلى واحد من شخصية كحيلان أو السويلم. أرجع على موضوع، شوف لما يجي عبد الله كابوها رئيس اللجنة الكفاءة المالية ويقول النصر كان عنده 121 مليون، يا ساتر 121 مليون ديون خفضت بعمل الكفاءة المالية ذي لجنة الكفاءة المالية إلى 76. الاتحاد كان عنده 67 خفضت إلى 52. الوحدة لغز. حاتم خيالي في لقاء معي في الرياضية يقول سلمت النادي وفي خزينة النادي فايض 16 مليون. ترى حاتم مو من 10 سنين، تقريبا موسمين أو موسم ونص، 19 مليون لغز محير. الرجل غادر بعد ما على كلامه هو بعد ما بنى وعمل ومعسكر وصارت حديد وكل شيء وغادر والخزينة فيها 16 مليون. اليوم الديون 19، الاتفاق 19، الباطن 19. أوكي؟ برضو يقول لك عبد الله كابوها أنه النصر هو النادي الوحيد اللي تقدم بطلب التأجيل الإعلان ورفض هذا الطلب. أوكي؟ أيضا لازم نعطي انطباع للمشاهد، ترى لا يعني الأندية ذي اللي حصلت على الشهادة بوجود لا يعني أنها زيرو من الديون، لا عندها ديون لكن هذه الديون مجدولة. الأهم بالنسبة للمشاهد أيضا، إذا لم مثلا الهلال عنده ديون، إذا لم يسدد الهلال في نفس التوقيت المجدول إيش يصير له؟ غرامة، هذا عقاب رقم واحد. إذا أعطى معلومة غير دقيقة تسحب الشهادة دي منه. طيب هذه تسحب منه. أوكي.